السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في قناة ست البيت. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض فاهيتة بالبسلة. مكوناتها: بسلة، طماطم مبشورة، صدور فراخ متقطعة، بصل حلقات، فلفل الوان. دلوقتي هنجيب طاسة فيها شوية زيت وهنسخنها شوية. هننزل بالبصل، هنديله تشويحة خفيفة، بعد كده هننزل بالبانيه. كده شوحنا البصل حاجة بسيطة، هننزل بالبانيه المتقطع. هنحط بهارات، ملح بسيط، وفلفل اسود. يبقى شوحنا البصله، نزلنا عليها صدور الفراخ المتقطعه، وحطينا عليها بهارات وملح وفلفل اسود. التتبيله بتاعت الفراخ بس عشان تبقى متحدقه كويس. بعد ما الفراخ خلص تشويحة هننزل بالبسلة. والطماطم المبشورة. وهنحط مكعب مرقة. مش هنحتاج نحط مية عشان خاطر البسلة لسه هتبك المية بتاعتها. هنحط لها ملح وفلفل اسود. عشان خاطر البسلة. وهنوطي النار عليها. وهنغطيها لغايه تستوي، بعد كده نحط الفلفل الالوان. ودلوقتي هنشوف البسله مع بعض. كده استوت خلاص. هننزل عليها بالفلفل الالوان. نقلبها كويس. سهلة، وطريقة عمل خضار بطريقة جديدة. هنقلبها دقيقتين بس وبعد كده ندفع عليها. كده يعتبر ان هي استوت، مش عايزين فلفل الالوان يبقى طري قوي. هنقول تاني طريقة الفاهيتا. بصل هنصفره، وهننزل عليه صدور الفراخ متقطعة زي الشاورما. ولما تستوي يعني حوالي 5 دقايق، بعد كده هننزل عليها بالبسلة والجزر وكوباية طماطم مبشورة وملح وفلفل اسود وبهارات. وهنسيبها لغاية لما البسلة تستوي، وبعد كده هنحط عليها الفلفل الالوان. وبالهنا والشفا. ودلوقتي يعتبر الفاهيتا استوت خلاص. هنغرفها مع بعض.
الوانها حلوه قوي، طريقتها سهله قوي وبسيطه، متاخدش وقت خالص. دلوقتي غرفنا مع بعض الفاهيتا، وده شكلها النهائي وبالهنا والشفا.